بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وختام عام مميز، عام 2023، والاحتفال بست تتويجات، ست بطولات. مش هتكلم على بطولة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة، دول ستة. البداية ببطولة الكاس وبطولة السوبر، ثم بطولة سوبر، ثم دوري أبطال إفريقيا، ثم أيضا بطولة السوبر للأندية الأبطال والأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا، ثم البرونزية في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية. النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والرصيد الكبير من الإنجازات والبطولات، يسطر تاريخ جديد في عام كان عام مليء بالإنجازات والبطولات، عام أحمر على كل المستويات، عام 2023، وإحنا خلاص في الساعات الأخيرة وفي ال 24 ساعة الأخيرة من نهاية هذا العام. قدر الأهلي يرسم البسمة على شفاه كل أهلاوي داخل مصر وعلى كل مصري خارج مصر، لما كان الأهلي بيمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا أو حتى في كأس العالم للأندية. مبروك للنادي الأهلي في كل مكان، مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة احنا مش بنحتفل بكأس السوبر بس، احنا بنحتفل بست تتويجات للنادي الأهلي. البداية لما الأهلي كسب الكاس على حساب بيراميدز، ولما كسب السوبر على حساب بيراميدز، ولما كسب السوبر في الإمارات أيضا على حساب فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا. لكن مش بنتكلم بس على اتنين كاس وبطولة، اتنين سوبر وبطولة كاس في 2023، احنا كمان بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا، البطولة الكبيرة للأهلي حققها ورجع بيها من مركب محمد الخامس في كازابلانكا. بنتكلم على الدوري العام اللي قدر الأهلي بعد سنتين من المعاناة التحكيمية قدر يسطر تاريخ جديد بالفوز بالدوري العام. وكانت البنبناية في هذا العام البرونزية، برونزية كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية. مبروك لكل الأهلوية، مبروك لكل الناس اللي بتحب وبتشجع نادي كبير بيمثل مصر، النادي الأهلي. فاصل ثم نواصل. بقول لحضراتكم بالتأكيد عام 2023 من الأعوام اللي مش ممكن تتنسي في ذاكرة جماهير النادي الأهلي في كل مكان، سنة استثنائية على جميع المستويات، مش بنتكلم بس على مستوى كرة القدم، ده انت كمان بتتكلم على مستوى كل الألعاب سواء الجماعية أو الفردية. وبالمناسبة دي واحنا النهاردة 30 ديسمبر وخلاص 24 ساعة وبنودع عام 2023، طرحنا سؤال النهاردة: إيه هي أصعب بطولة حققها النادي الأهلي في عام 2023؟ هل بطولة السوبر على حساب بيراميدز بعد انسحاب الزمالك؟ هل بطولة الكاس على حساب بيراميدز في استاد القاهرة؟ ولا الدوري العام؟ ولا دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد؟ ولا برونزية كأس العالم في السعودية؟ ولا أخيرا وليس أخيرا كأس السوبر للأندية الأبطال؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم على أصعب بطولة حققها الأهلي في عام 2023. عموما عشان وقت الحلقة هيجري معاكم بسرعة، نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي: الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة القادمة. وفي الترند المحلي: فيتوريا يعلن قائمة المنتخب لأمم إفريقيا. وأخيرا العاصمة الإدارية تستضيف معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا. نروح لاستعراض مباراة اليوم النهاردة في جولة جديدة من الأسبوع ال 11 للدوري العام. في مباراة انطلقت حوالي الساعة الرابعة والشوط الأول انتهى منذ قليل بتقدم المقاولين العرب على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 طلاع الجيش هيستضيف فريق زد، والساعة 7 أيضا إنبي هيستضيف بلدية المحل. نروح للدوري الإنجليزي والبريمير ليج، والنهاردة السبت الممتاز. منذ قليل انتهت مباراة لوتون تاون مع ويلفرهامبتون بتقدم أو فوز ويلفرهامبتون 3-2. نروح للمباراة اللي هتتلعب الساعة 5: أستون فيلا مع كريستال بالاس، أستون فيلا مع بيرلي، كريستال بالاس مع برينتفورد، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، ويلفرهامبتون مع إيفرتون، والساعة 7:30 نوتنغهام فورست مع المان يونايتد. نروح للدوري الإيطالي: أتلانتا كسب النهاردة ليتشي 1-0، وفي هذه الأثناء الشوط الأول انتهى بتعادل كالياري مع إمبولي، وأودينيزي متقدم على بولونيا بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 هيلاس فيرونا مع سيلرنتانا،
وميلان مع ساسولو، وفي الختام يوفنتوس هيلعب مع روما الساعة 10:15. مباراة كبيرة جدا للسيدة العجوز مع فريق العاصمة فريق روما الإيطالي. دي أبرز مباريات اليوم. طيب واحنا بنتكلم على الإنجاز وبنتكلم على الانتصارات، على طول الناس بتجتمع عشان تحضر للمرحلة اللي جاية. في غمرة الفرحة والانتصارات أكيد ممكن الناس تقعد تفرح شهر شهرين ثلاثة وتقول لك إيه، خلاص مش محتاجين حاجة تاني، اتنين سوبر وكده اتعشت والدنيا تمام. بس ده مش في الأهلي. ليه؟ لأن الأهلي دايما عايز يسعد جمهوره، وجمهوره ده ما بيدورش إلا على المركز الأول. وعشان تشتغل وتعمل ده ترجع وتحضر للفترة اللي جاية بعد كأس الأمم، داخل على دوري الأبطال، الدوري العام، نهائي كأس مصر مع الزمالك، مباريات قوية ومهمة جدا في فترة زمنية هتكون حاسمة في ختام هذا الموسم. امبارح كان في اجتماع مهم جدا عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، في حضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكورة، ودكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة. وزي ما انتم شايفين على الشاشة، دي لقطات خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي لهذا الاجتماع اللي عقد بالأمس في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الفريق وصل فجر الجمعة، الاجتماع كان بعد صلاة الجمعة، يعني بنتكلم بعد الوصول بحوالي 10 ساعات كان على طول في اجتماع عشان تبدأ تناقش المرحلة الجاية. انت داخل على انتقالات يناير، ايه التدعيمات اللي انت عايزها، ايه اللعيبة اللي ممكن تطلع للفترة اللي جاية عشان تاخد مساحة مشاركة عشان يرجعوا بعد كده، ايه المراكز اللي انت ممكن محتاجها، يعني كلام مهم جدا عشان المرحلة اللي جاية. خلال اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح جماهيره، جماهير النادي الأهلي على المستوى المحلي والقاري. يعني أنت كسبان ومحقق نتائج كويسة، لكن في نفس الوقت عايز تشوف السلبيات اللي واجهتك في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، وفي الدوري الإفريقي أمام فريق سان داونز لما خرجت في الدور نصف النهائي، وبالتالي لازم تحضر للفترة اللي جاية. عندك أجندة دولية، في لعيبة تنضم لمنتخبنا الوطني، النهاردة قائمة المنتخب تم إعلانها في 7 لعيبة، في 3 لعيبة محترفين كمان مع منتخبات مالي وتونس، ومالي وتونس فكروني يا جماعة، أليو ديانج وعلي معلول وبيرسيتاو جنوب إفريقي، يعني بنتكلم في 10 لاعبين من التشكيلة الأساسية عندهم مشاركة في كأس الأمم الإفريقية، في لعيبة مع المنتخب الأولمبي، في لعيبة مع منتخب الشباب مع وائل الرياض، فبالتالي عدد كبير جدا مش موجود. عشان كده أنت مش هتلعب كأس الرابطة خلال الشهر اللي جاي، لأن أنت مش هيبقى عندك عدد متاح تقدر تلعب بيه البطولة اللي هتقام في شهر يناير أثناء منافسات كأس الأمم الإفريقية. تفاصيل الاجتماع وكواليس الاجتماع طبعا ما ينفعش نتكلم فيها، بس أنا شايف في اجتهادات كتيرة جدا بتتقال على الاجتماعات اللي بتتم، على الصفقات اللي بتيجي، وأنا مش هدي أمثلة، بس افتكروا كده في 3 أسماء لعيبه. لعيب في الاهلي قالوا هيمشي ومش هيمشي، هو مكمل، ولعيب قالوا وقع للاهلي وجاي، وهو لا وقع ولا الاهلي تفاوض معاه وما جاش وجدد مع فريقه، وفي لعيب تاني اتقال لك على فتره كبيره جدا بقاله شهرين ثلاثه جاي وهو مش جاي. كلام كتير بيتقال يا جماعه، سواء في اليوتيوب او على السوشيال ميديا او في بعض البرامج اللي بتحاول يعني تبقى ترند عشان الاهلي، لكن فلتر واتفرج. وانتقالات يناير جايه، شوف اللي قال مين اللي جاي وما جاش واعمل عليه اكس. فاكرين كمان لما اتقال يحيى عطيه الله لاعب الوداد جاي الاهلي؟ قلت لكم الكلام ده مش حقيقي ومش هيحصل، و90% من الاسماء اللي بتتقال على السوشيال ميديا مش جايه، والايام بينا اهي، في اللي جدد وما جاش، لكن انتوا عارفين الناس عشان يعني تحاول تقدم ماده اعلاميه فبتتكلم على الاهلي ولكن بمعلومات غير صحيحه، والايام بتثبت ده. طيب الترند الايجابي اللي معايا دلوقتي بقى ترند مش عادي. ليه؟ لانه قال على الاهلي الاهلي امر 14، وقال كمان الاهلي فرحه الغلبان وفرحه الفنان وفرحه في كل مكان وزمان. المعلق الاماراتي المبدع عامر عبد الله. كابتن عامر مساء الفل يا ابو وش حلو. مساء الخير استاذ محمد، لك ولكل متابعينك ومحبينك وفريق العمل ولكل أهل مصر الكرام. يا رب تكون بخير وسنة سعيدة عليك وعلى كل الأشقاء يا رب في الإمارات العربية المتحدة. ودايما كده بنسمع يعني بنستمتع وبنعيش فرحة جميلة جدا
لما بنسمع تعليقك والله يا كابتن عامر. الله يطول عمرك، اولا كل عام وانتم بخير وانت طيب ان شاء الله امنه مطمئنه مزدهره باذن الله تعالى بقيادتها وبشعبها الوفي الطيب. ولن نزيد اكثر مما قلناه فيما هو سبق، ان مصر متى ما كانت بخير كانوا العرب كلهم بخير، هذه مقوله الشيخ زايد رحمه الله عليه. فنامل ان شاء الله انها تكون سنه خير على مصر وعلى شعبها وعلى كل من يحبها يا رب العالمين وسائر بلاد العرب يا رب. يا رب باذن الله علينا جميعا. طيب عايز ابدا معاك اولا، انت وشك حلو فعلا، لما الناس بتبعت لك رسائل اثناء الماتشات بتقلق، بس انا بقول لك لا، وبعدين وشك حلو ومش بنكسب بس، ده انت ايقونه الاربعات معانا، يعني مع الهلال السعودي كسبنا اربعه، في نهائي كاس السوبر مع فيوتشر كسبنا اربعه، خلاص بقى كده ختم الجوده. طب وانا دخلي ايه؟ يعني هو انا مدرس اللي جبت الثالث ولا كريم فؤاد اللي جاب الرابع؟ هم دول اللي بيأثروا في الماتش. حبيبي طبعا حبيبي. انا عندنا هذا الشيء طبعا موجود اللي هو مساله التفاعل والتشاؤم ووشك حلو، طبعا انا مش معاها لان انت يعني في النهايه انت معلق واصف لفريقين، تكون منصف لفريقين لحدث ما. عفوا اتفضل. ان الناس تتفاعل فيك هذا يعني شيء مؤقت، المهم ان الناس تحترم شغلك وتحترم الماده اللي انت تقدمها، وانها تكون ماده منصفه، ماده مهنيه، ماده ما فيها اجنده، ماده ما فيها احقاد، ماده الرياضه الجميله اللي تتلاقى فيها الشعوب. وحقيقه الامر يعني ما قيل في النادي الاهلي هو شيء من حقوقه، يعني حقيقه ما جبنا شيء يعني من عندنا ما فيه مجاملة أو شيء فيه خلنا نقول يعني من عندنا وهو مش موجود في الأهلي. لا يعني اليوم تتكلم على أكثر فريق فاز بألقاب في العالم، على فريق النجوم الأساطير، على الأكبر شعبية، على سيد أفريقيا، على 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 أمور كثيرة جدا. ليس بالضرورة من يقول هذا الكلام أنه ينتمي للنادي الأهلي، ولكن بالضرورة بمكان أنه يكون إنسان مهني يتحدث بهذا الشيء اللي حاصل، لانه هو شيء واقع. صحيح. فاعطاء الاهلي شيء من حقوقه هذه لا يشكر عليها الانسان في 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 مهنته، بقدر ما هو يحاول ان يواكب ان يكون نقطه في بحر يعني خلينا نقول هذه المسيره الشامخه. وانا وضحتها على الهواء قصه وموضوع وشك حلو، الاهلي كل الملاعب فاز فيها. والاهلي مع كل المؤلفين فاز، والاهلي فاز في كل قارة، ولا يعني كذا الدنيا كلها وشها حلو على الاهلي، ولا الاهلي هو اللي وشه حلو على التانيين؟ الاهلي وشه حلو. فيعني انت تتكلم على فريق 43 بطولة دوري، يعني انا في مسيرتي انا 23 سنة تعليق، يعني لو علقت في 23 سنة في مصر اكيد صادفت 20 دوري للاهلي ولا 18. هيبقى وش حلو، وش حلو ايه؟ هو اللي بيعمله الاهلي، هو فوزه وانتصاراته. انا اكلمك بمنطقية، يعني أنا أعرف أن في بعض الزملاء يفرحون بهذه الكلمة، تفاؤل الناس، عفوية الناس في هذا الموضوع، يقولونها بدافع الحب، هو يبغى يعبر لك الحب. الأهم عندي أنا مش لأن وشك حلو، لأني أنا ما لي علاقة بالنتيجة، المهم عندي أني أنا قدمت مادة أعجبت الناس، احترمت فيها الناس، احترمت فيها الذوق العام، قدمت نفسي بصورة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى صورة جيدة. فهذا القصد من هذا الشيء. وفي نهايه المطاف ترى انا اقول لك استاذ محمد، جيه الاهلي وغيره من الانديه المصريه احنا ما نشوفها، اهلي وزمالك وسيراميكا احنا ما نشوفها كده، احنا نشوفها مصر جايه تزور الامارات. الله، يعني هذا منظورنا. الله عليك. نعم الاهلي، يعني نعم الاهلي قيمه كبيره جدا وضمان لنجاح اي حفل، ضمان. يعني انت ما تتكلم على ابو ظبي، انت في جده كيف كان الحضور ايضا لجمهور النادي الاهلي. وللمعلوميه ترى في ناس كثير في الخليج ما يعرفون ان ما في متاجر في الخليج تبيع تيشيرت النادي الاهلي، فمعناته هذا المصري اللي راح الى الخليج راح التيشيرته معاه. فهذه رساله خلف الكواليس، يعني شوف الارتباط. هو يتوقع انه ممكن في هذه البلد اللي هو متواجد فيها ممكن يوم من الايام يجي الاهلي فيلتقي الحبيب بحبيبه. شوف الصوره الشعريه هذه اللي انا ابغى اقول لك اياها. الله عليك. اليوم ايه، فاليوم استاذ محمد احنا لما نسافر ما نفكر في انتماءاتنا، نفكر كيف بنعيش في بلاد الغربه، كيف بنعيش في هذه البلاد، كيف سنعمل، كيف كذا. الاهلاوي مختلف.
ياخد تيشيرته معاه، يعني ايه الحكايه دي؟ انا قلتها من باب الهزار، الام المصريه تقول لابنها لا اله الا الله ويقول لها محمد رسول الله، تقول له اه وادي تيشيرت الاهلي خده معاك، وادي تيشيرت الاهلي خده قبل معاك. ما يتم. طيب فالصور اتفضل اتفضل اتفضل. انا كنت ابغى اقول لك يعني الصور الجميله اللي ظهرت في المشهد العام فيها مكاسب كبيرة جدا. أكيد. أنت قد تنظر لها كبنات الأهلي بمجد جديدية الأهلي والبطولة رقم 150 ووط. أنا أنظر لها أن كلما أقيم السوبر المصري في الإمارات أنا أقول أين مصر من الريادة العربية في كرة القدم؟ أين الدوري المصري؟ أين الإخراج التلفزيوني؟ أين الإبداع هذا اللي يشوفه موجود هنا؟ طيب اذا انت تتكلم على مباراه يحضرها 30 و40 و50 الف في ابو ظبي، وبعض المباريات ترى للاهلي اقيمت اثناء الاسبوع، ومش كل الناس مقيمين في ابو ظبي، ترى في دبي وغيرها من المدن الاماراتيه. اكيد. فلما يترك شغله ويرتب وقته ويجي عشان يحضر المباراه وينزل في وقت متاخر، ترى هذه خلينا نقول يعني مبادره كبيره جدا من هذا المشجع نحو جمهوره. مظبوط. نحو ناديه يعني بمعنى اصح. اكيد اكيد. فالمكاسب هذه الكبرى اللي قاعده تصير مكاسب كبيره. لازم تستثمر. اكيد. منتج عندك منتج يعني بايع نفسه طبعاً. وفي جمهور طبعاً. وفي جماهيريه وفي كره حلوه وفي نجوم يعني عندك كل حاجه. عندك كل حاجه. انت عندك ان شاء الله باذن حاجة. الله. ان شاء الله. بس طيب. لازم تعرف وتحدد هدفك. أكيد. طيب لفت انتباهي يا كابتن عامر حاجة جميلة جدا. طبعا. وأنت بتعلق على مباريات الأهلي سواء حتى في مباراة الهلال السعودي أو مباراة بيراميدز اللي كانت في السوبر الماضي أو المباراة النهائية أمام فيوتشر، لما بتتكلم على الأهلي أنت دايما بتتكلم على فكرة الأهلي المبادئ، بيعمل كتير لكن يعني بيعمل لكن ما بيتكلمش كتير. وإن الأهلي كان جاي لنا مثلا ب 146 بطولة في بداية السنة، دلوقتي داخل على ال 150 بطولة. التفاصيل لا انت محضر بشكل كويس، عارف هيستوري الاهلي وتاريخ الاهلي. انا هصدمك اني مباريات الاهلي اقل المباريات اللي احضر لها. اليوم التحضير لمن؟ للمجهول، للي انت ما تعرفه، فانت تبحث عنه وعن اللعيبه وعن التاريخ وعن كذا. لكن الاهلي هي السيره اللي موجوده دائما. طيب بعيدا عن اني احب ولا اكره الاهلي، لماذا لا اسال نفسي لماذا الاهلي هكذا؟ لماذا الاهلي هكذا؟ احنا فعلا لماذا يعني انا اذا انا اريد ان اكون بطل واكون ثابت في المنصات، لان كثير عندي اجابه بطولات بس ما ثبتت في المنصات. اليوم لما تروح انت الاهلي تلعب امام الاتحاد السعودي وانت عارف حجم النجوم اللي موجودين في الاتحاد السعودي، اكيد، وتقدم الاهلي بكامل شخصيته، هنا وقفه للتاريخ والتامل. كيف يظهر الاهلي هكذا دائما؟ كيف؟ السر فين؟ الحكايه فين؟ اذا انا شخص ابحث عن النجاح، مش عيب اتعلم من اللي اكبر مني، مش عيب اتعلم من اللي اعرف مني. اذا انا انسان ايجابي في الحياه، ما احنا كلنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده. اكيد طبعا. كل يوم لازم تتثقف في شيء جديد. حتى في دينك لازم كل يوم تتعلم شيء جديد تزيد ايمانياتك. طب اشمعنى الاهلي؟ طيب احنا من يوم ما وعينا على الحياه بنسمع الاهلي. طيب استمراره استمراره ايه السر؟ ايه السر؟ طيب الخطيب، طيب ما الخطيب قابله حمدي وقابله صالح سليم وقابله 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 طيب ايه الحكايه؟ هي مش اشخاص، منظومة عمل وانتماء. يعني الاهلي او من يعمل في النادي الاهلي يعمل كما هو المصري كيف يعامل مصر. اليوم المصري وطني بكل احواله، مش لازم يكون في الجيش، مش لازم يكون في الاعلام يدافع. حتى المصري الغلبان مصري منتمي الى بلاده، يحافظ على تراب بلاده وعلى سمعه بلاده. فهنا السر والحبكه. فلما تقول لي تحضير وما تحضير، والله العظيم ان اغلب التعليقات طلعت هي غير محضره وغير مكتوبه. ما هي غير محضره وغير مكتوبه. ده حقيقي، لان التعليقات كلها بصراحه تحس ان هي طالعه من القلب، يعني مش محتاجه تتحضر. يعني حسين الشحات راح يجيب الجون الثاني ماشي زي السكينه في الحلاوه.
فرحة الغلبان وفرحة الفنان، لا يعني كلام طالع من القلب في مكان وكيان كبير. وعلى جول عالمي، هجمة ميتة، شحات ياخدها من الشمال، أيوة. وانتو بينه وبين عطية يدخل يخترق، يجنح كهرباء، يفتح مساحة، يلعب، اهدى. يعني هذا 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 شيء لازم تقول عنه شيء يليق به. انت ما تصف هدف عادي، انت تصف اوكي مثلا الهدف الاول هدف محمود كهرباء ممكن يكون متوقع ان في ضربه ركنيه ومعلول ممتاز في الصناعه وكهرباء متمركز وتتكلم على بدايه الاهلي، لكن ازاي يعني السؤال يطرح نفسه ازاي الاهلي جاد كده؟ انا لما قلت الله الله على الجد والجد الله 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 عليه، لا وكل الله على الاهلي والاهلي الله الله عليه، وكل عقده وكل عقده ولا حلال. العام دي من وين جتني؟ هي لو مصطنعه مش هتركب، مش هتركب. هي جت ان الاهلي في كل مباراه يدخل بجديه. كيف هذا الفريق يدخل بعقل رجل واحد؟ كيف هذا الفريق يكون بهذه المجموعه من الاسماء بهذا العنفوان وبهذه القوه وبهذا الثبات؟ فهنا انت تتوفق من الله ان تجيب جمله من المخزون اللي عندك على اللهجه المصريه على موضوع الجد وتركب معاك مقوله الله الله على الجد والجد الله الله عليه والله الله على الاهلي. والعقده ترى انقالت متى؟ انقالت لما الاهلي جاب الثالث او الرابع. صحيح. عرفت؟ هي في حدثها في توقيتها. يعني جاءت يعني انت وين تعرف المعلق المصطنع او المتصنع من المعلق اللي بيعطيك بالعفويه؟ هي لحظه التعليق نفسه، لحظه التعليق نفسه. هل احد كان يتوقع عوده فيوتشر للمباراه؟ اطلاقا. المباراه ما فيها مجال. صحيح. اول شيء تتكلم على قيمه النادي الاهلي وخبراته، وصعب جدا انك تسجل في مرماه. هذا واحد، اثنين الاهلي متقدم 2-0، ثلاثه الملعب كله اهلاوي. اربعه الاهلي هو اللي بيهجم. فجأة خطأ يقع في أي لاعب، فجأة تسديدة ثانية ترتطم بالمدافع تدخل إلى المرمى، راحت 2-2. لكن شوف بعد ذلك ماذا فعل جمهور النادي الأهلي. أقوى تشجيع لجمهور الأهلي بعد هدف فيوتشر الثاني. وهذه قلتها في السوبر الإماراتي أمس، أنا كنت أعلق السوبر الإماراتي أمس. استمتعنا بتعليقك امبارح، كانت مباراة مثيرة وممتعة جدا. وبرضه الاهلي فاز والاحمر وستة. بس اللي عاوز اقوله لك اثناء المباراه قلت يعني كان في فتره جمهور شباب الاهلي ساكتين والشارجه متقدم 2-0، فقلت امس شفنا درس حي. يعني اي اهلاوي عنده كبرياء الاهلي حيقول لك انا كنت فايز 2-0 وتراجع الفريق 2-2 مع كامل احترام لفريق فيوتشر، المعنويات خلاص مستقبل كبير. ازاي المدرج رجع يهتف بهذه القوه؟ ما هتف بهذه القوه على الهدف الاول والثاني بعد هدف فيوتشر؟ هذا الدرس الاعظم، ما هو هذا الدرس الاكبر. النشيد الغناء المشهور لجماهير الاهلي كابتن عامر على الحلوه والمره معاه. انا اكلمك يا محمد، انت انسان وانا انسان. لما نتابع فرقتنا بتلعب ويشوف كل واحد له انتماء طبعا، ويشوف فرقتنا بتلعب ومتراجعه، يا اخي انا يجيني الاحباط. ازاي حشجع وانا محبط؟ ازاي حشجع وانا خسران؟ صح، مش في الاهلي الفريق غير مرشح اللي امامك. اكيد، صح صح مظبوط. وبعدين انا ما اكلمك جمهور الاهلي اللي في القاهره. جمهور الاهلي في القاهره ممكن منظم اكثر، منسق اموره اكثر، يتعرفون اكثر، صح؟ صح، لكن الجمهور في المباراه جايين من السعوديه ومن قطر ومن دبي ومن الشرق ومن الفجيره يعني يمكن اللي قاعد جنبك انت ما تعرفوش. مظبوط، صح. فجاه صوت الاهلي يدوي، اشرحوا لي ذلك. طيب ايش يعتبرون في ذلك شيء من المجامله؟ يا اخي حنجامل الاخرين بس يعملوا اللي هم عملوه بس. الحمد لله. هي دي الحكايه يعني. هي دي الحكايه، وختام الحكايه عايز اسمع منك تعليق حلو نختم بيه عام 2023 للاهلي.
صاحب الرصيد الكبير، ست بطولات في سامعني عام بكح؟ 2023. ما انت سامعني بكح، وطالع من سوبرين والسوبر الاول فيه 6 اجوال، والسوبر الثاني فيه 8 اجوال، 8 اجوان. اجيب لك صوت بليل يا حاج محمد. ربنا يديك الصحه يا كابتن عامر، ربنا يديك الصحه دايما. الله يطول عمرك، وتحياتي لكم جميعا، وشكرا على الدعوه الكريمه. العفو، بالعكس، ده جمهور الاهلي كله بيستمتع بيك، وبنحب دايما نسمعك ونطمن عليك، ودايما كده يا رب نشوفك في افضل حال، وبتعلق على اهم واكبر المباريات ان شاء الله باذن الله. الله يسعدكم يا رب، وانتم وشكم حلو. وشك حلو يا كابتن عامر، شكرا جزيلا. للمعلق الاماراتي المبدع عامر عبد الله، اللي بالتاكيد اصبح ايقونه لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في تعليقه على مباريات الاهلي في السنوات الاخيره. بصراحه محدش يقدر ينسى تعليقه في مباراه الاهلي والهلال السعودي، وفوز الاهلي برباعيه على زعيم السعوديه فريق الهلال 4-0، ولا حتى مباراة فيوتشر اللي انتهت 4-2، والتعليقات المميزة اللي كنا بنتناول الحديث فيها دلوقتي مع المعلق الإماراتي المبدع عامر عبد الله. دي كانت مداخلة مهمة جدا واحنا في غمرة الاحتفالات ببطولة السوبر، وبالتأكيد لازم برضو نعيش جماهيرنا في كل الكواليس المتعلقة بلقاء السوبر. طيب، وقت الحلقة بيجري معاكم بسرعة، وعندي حاجات كتيرة، ولكن قبل ما اخش بقى في باقي التفاصيل اللي موجودة على السوشيال ميديا، النهاردة كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لروي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني، واللي أعلن من خلال هذا المؤتمر قائمة منتخب مصر اللي هتشارك في كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 12 فبراير. قائمة المنتخب ضمت 27 لاعب ده الحد الأقصى اللي الكاف اتكلم عليه بخصوص كل منتخب هيضم كام. في حراسة المرمى محمد الشناوي وأحمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي. في خط الدفاع أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي. خط الوسط حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حمادة. في خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا. عندي كلام وتفاصيل وتعليقات عديدة على القائمة اللي أعلنها روي فيتوريا، ولكن تعالوا نسمع فيتوريا قال إيه في المؤتمر الصحفي، لأن عنده تعليقات على بعض الأسئلة اللي اتوجهت لي بخصوص عدم استدعاء عدد من اللاعبين. نسمع فيتوريا قال إيه وليه تعليق بعد هذا التقرير. ناشتم زكية واني مايو بقالي هنا معاكم تقريبا سنة ونص. وكان واضح ان في دلوقتي شخصية واضحة لمنتخب مصر احنا قدرنا نخلقها وواضحة جدا في المباريات. جا جوغامش كونتر ديفرنتس ادفرساريوس، اونج ماش ديفيسيس اوتش ماش مينش ديفيسيس. لعبنا قصاد اكثر من خصم في الفترة دي، لعبنا قصاد خصم صعب وخصم منه اقل شوية في الصعوبة. كون ديفرنتس كاركترستيكاس. وكل فريق كان ليه طبعا الخصائص بتاعته والاسلوب بتاعه. وكان دايما الشكل اللي بيظهر بيه منتخب مصر او اسلوب اللعب بتاعنا هو نفس الشيء قصاد فريق قوي او فريق اقل شويه في الكوره. فريق يسعى للاستحواذ. دايما بيحافظ على الكوره. وقت حتى ما بنفقد الكرة بنحاول ان احنا نسترجعها في وقت سريع. ودايما يكون الفريق منظم ومحافظ على التوازن سواء دفاعي او هجومي. ده ان شاء الله اللي هيكون موجود معانا. كلارك يوم كومبيتيسيون ديفرنت و لوز ادفيرساريوس تامين سون ديفرنس ديفرنت اونز دو زوترس. طبيعي ان المنافسه المره دي هتكون مختلفه، كذلك الخصم اللي احنا هنلعبه هنلعب على اكثر من اسلوب، يعني اكثر من خصم، وهيكون في اختلافات كبيره بينهم. Mas este grupo de jogadores dá-nos a nós a garantia de podermos jogar da forma que eu entender. ولكن المجموعة اللي موجودة واللي هتمثل منتخب مصر بتديني الضمان وبتديني الاطمئنان ان هم يقدروا يمثلوا المنتخب بشكل جيد جدا في اي من الظروف وفي اكثر من اسلوب. Sobre esses dois jogadores, Sobi e Fatuh. بما يتعلق باللاعب صبحي وفتوح. É óbvio que me fez pensar obviamente durante muito tempo. أكيد طبعا ان انا قعدت افكر كتير جدا في المسألة دي وخدت مني وقت كبير في التفكير. Mas chegamos à conclusão, o Fatuh eu gosto muito dele enquanto jogador. ولكن وصلت للقرار ان فتوح انا لاعب معجب به جدا على المستوى الفني كلاعب. Sei que vai dar resposta quando eu quiser que ele jogue.
مطمن ان شاء الله هيكون في اجابه طيبه من اللاعب وقت ما احتاجه، انه هيكون اجابته اجابه مناسبه وطيبه للمنافسه. وشايف برضو انه هيكون لاعب مستقبلي للمنتخب مصر او لبلد مصر، فهيكون نراهن عليه للمستقبل. بالنسبه لمحمد صبحي، سيو تيفير كو بور اجار نو بروسيم جوغو نون تاني كوكير بروبليم ان بول. لو انا يعني بفكر ان صبحي هو اللي يقف في المباراه القادمه، مش هيكون عندي اي مشكله ان احطه في المركز. معنى كده ان انا لاعب بثق فيه، ودي بالنسبه لي تعتبر اجابه لكل الاسئله. وشايف برضو ان هو هيكون لاعب مستقبلي لمصر والمنتخب مصر. طبعا في الاخر، في الاخر ده رايي كمسؤول ومدرب لمنتخب مصر. هو لاعب من لاعبين المنتخب المصري. طيب ده كان كلام روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. عندي ثلاث تعليقات سريعه عشان وقت البرنامج. اولا لما اتكلم على فكره استبعاد حسين الشحات، قال ما اعلمه ان حسين الشحات سيخضع لفحوصات طبيه للتاكد من حجم اصابته، وهذا سبب استبعاده من قائمه منتخب مصر، لاننا ما عندناش الوقت الكافي لتاخير اعلان القائمه اكتر من كده. اعتقد دي تطرح مليون علامه استفهام، يعني ايه حسين الشحات مصاب فمش عارف موقفه عشان اقدر احدد وجوده في القائمه من عدم، رغم ان في لعيبه مصابه زي عمر كمال عبد الواحد، زي احمد الشناوي كذا لاعب كمان، والمفروض فيتوريا عارف موقفهم. طب مش معنى موقف حسين هو اللي مش واضح؟ دي نقطه اعتقد كانت تحتاج تعليق اكتر من كده. التعليق الثاني هي فكره استبعاد ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه عندهم كم خبرات ومشاركات في الفتره الاخيره تسمح لهم ان يكونوا على الاقل صف تاني بعد احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، في حال لو احمد حجازي في حالته الفنيه والبدنيه بنسبه 100%، لان حجازي بقى له فتره طويله جدا غايب، وواجه الاهلي في ماتش كاس العالم وشفنا ساعتها الفارق ما بين دفاع الاهلي ودفاع اتحاد جده. دي النقطه الثانيه. واعتقد يعني لو هتاخد عناصر بديله لخط دفاع منتخب مصر وبتقارن ما بين دفاع الاهلي ودفاع بيراميدز، المقارنه بعيده، بعيده تماما. انا مش هقول وجهه نظر، انا هقول ارقام. دفاع بيراميدز في 8 ماتشات في الدوري منيا مرماه بتسع اهداف. دفاع بيراميدز في دوري ابطال افريقيا من 4 مباريات منيا مرماه بتلات اهداف. ولذلك الارقام نتيجتها عكس الكلام اللي قاله روي فيتوري. الحاجه الثالثه كهربا. سنه كامله بيتقال كهربا هيتوقف. كهربا مش هيلعب تاني. كهربا مش هيشوف الملعب تاني. كهربا فاز مع الاهلي في 2023 بست بطولات. هداف الاهلي في افريقيا وفي الدوري. هداف الاهلي في بطوله السوبر. كهربا هيمثل مصر في كاس الامم الافريقيه. الحاجه الاخيره سام مرسي، كانت الصحف الانجليزيه قالت انه اعتذر عن المشاركه مع المنتخب عشان عنده طموح مع فريقه في الدرجه الثانيه للصعود للبريمير ليج. تواصلنا مع سام مرسي ونفى هذا الكلام نفيا قاطعا، وقال هذا لم يحدث ولم اصرح ولم اعتذر عن المشاركه مع منتخبنا الوطني. ولكن كان في كلام بيتردد من امبارح واحنا عندنا معلومه ان سام مرسي لن يتم استدعائه لقائمه منتخب مصر، في ظل ان في نص الملعب في لعيبه مميزه في هذا المركز، وبالتالي كان عندنا تاكيد ان سام مرسي مش هيكون موجود، وبالتالي اصلا ما كانش في اعتذار من سام مرسي زي ما قالت الصحف الانجليزيه في الفتره الاخيره. فاصل، وبعد الفاصل نبدا نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي. على فوز الاهلي بالسوبر، وماذا سيناقش الاهلي خلال الفتره القادمه للتحضير لاستكمال الموسم بعد كاس الامم الافريقيه، كل ده نطلع نشوفه في اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، وعشان وقت الحلقه هنجري بسرعه في اللي اتكتب على السوشيال ميديا. البدايه من حساب يلا كوره، الاهلي يستقر على زياده مكافاه التتويج بالسوبر المصري. يمكن كلنا عارفين ان مكافاه البطوله 250,000 دولار، ولكن في كلام اتقال ان في قرار بزياده المكافاه اللي بتنص عليها اللائحه واعتمادها في اجتماع مجلس اداره الاهلي المقبل.
وطبعا طبقا للائحه في كلام وارقام اتقالت، ولكن انتوا عارفين دايما الارقام دي ما بتبقاش رسميه. عموما كل التوفيق يا رب للاهلي ولاعيبه الاهلي في الفتره اللي جايه. اليوم السابع بيقولوا ان شروط الاهلي للموافقه على رحيل اليو ديانج في الميريكاتو الشتوي، حتى الان ما فيش عرض رسمي، ولكن في كلام من بعض الوكلاء على موضوع عروض لاليو ديانج من الدوري القطري. انتقالات يناير خلاص كلها هتبدا بعد بكره. ادي الجمل وادي الجمال، قدامنا كام يوم وهنشوف كل اللي اتقال صح ولا كان الهدف منه الترند وفي الاخر كلها معلومات غلط. نروح لحساب كوره بلس. كولر وافق على دم وسام ابو علي للصفوف الاهلي في الانتقالات الشتويه. مارسيل كولر وافق خلال اجتماع مع اداره الاهلي في الساعات الماضيه على ضم المهاجم الفلسطيني. زي ما قلت لحضراتكم في تفاصيل كتير هتتضح خلال الفتره اللي جايه، وهل الاهلي بيفكر في ضم من صفقتين الى اربع صفقات في يناير؟ كل ده هنشوفه في الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى للمشاركات عشان كالعاده يعني وقت الحلقه بيجري بسرعه معاكم. سالنا في البدايه رايكم في اصعب بطوله حققها الاهلي في عام 2023. المشاركات اللي معايا، نوره بتقول مساء الخير في البدايه طبعا اهلا بيكي، اصعب بطوله وافضلهم بالنسبه ليا بطوله افريقيا لاننا كسبناها من الوداد ومن قلب كازابلانكا وبطوله كاس مصر والسوبر الاخير. يبقى الاولويه عندها دوري الابطال. سيد بيقول طبعا دوري ابطال افريقيا كان يوم عالمي في الفرحه. نشوف كمان راي عمرو، ال11 طبعا ماتش كازابلانكا بالذات كان ملحمي وصعب جدا جدا. محمد حسن بيقول دوري ابطال افريقيا من الوداد. اي كلمه في سطر سريع. هبه دوري ابطال افريقيا لانها كانت بعيده وهتروح مننا، لكن رجعنا من بعيد خاصه بعد الهزيمه من سان داونز بخماسيه، وقدرنا نتخطى الهلال السوداني ووصلنا بعدها الى ادوار الاقصاء حتى النهائي، وكسبنا على حساب الوداد اللي كان لينا عنده ثأر من البطولة الماضية، والحمد لله كسبنا البطولة. آخر تعليق معايا سامح بيقول البطولة الأصعب كانت دوري أبطال إفريقيا، حيث كان الأهلي أقرب للخروج من دور المجموعات ومواجهة فرق كبيرة في ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى صعوبة النهائي أمام الوداد. ولكن سيد إفريقيا انتزعها من قلب مركب محمد الخامس، أهلاوي أنا والفخر لي. ده كان تعليق سامح وكل الناس اللي شاركت في السؤال. ما تنسوش دوري الابطال الاهلي لما لعب في النهائيات كسب مين؟ كسب الرجاء، كسب الترجي، كسب الوداد. عشان كده الاهلي هو ملوك اللعبه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.